من حساب فرسان الإمارات على منصة إكس، واللي يتعلق بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. طبعاً بعد اختتام المعرض الدولي بأيام، من الطبيعي أنها تظهر كثير من الإحصائيات عنه. الخبر يقول أن الحدث استقطب في نسختها هالعام قرابة 350 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، بالزيادة قدرها 205% مقارنة بالدورة الماضية. أكيد أكيد يوسف ورحاب، يعني مثل هذه الدورة 21 نجاحات على مستوى 21 سنة، صحيح. أكيد هذه الأرقام راح تحققها الدورة، وغير مستغرب الموضوع، وما شاء الله التنظيم، الناس اللي موجودين، المحتوى اللي كان موجود اليوم في المعرض، هذه كلها مؤشرات نجاح، بالإضافة أكيد للأرقام الموجودة هني، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح دائما. الله يوفقهم إن شاء الله، هذا كله ثمرة من التخطيط الكثير، وأكيد الليالي والسهرات اللي كانوا يسرونها عشان يطلع هذا المعرض بهالمستوى المتصور.